مساء الخير واهلا وسهلا بكل مشاهدين عرب مود حول العالم. وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات. حلقتنا الليله مميزه جدا وهتقابلوا من خلالها نجومكم المفضلين، لكن البدايه هتكون مع عناوين حلقتنا للنهارده. الليله في عرب وود، ليلى احمد زاهر تلتقي بشيماء سيف من جديد في عمل قادم. بعمل فيلم اسمه مطرح مطروح ان شاء الله، مبسوطه جدا بالتجربه دي. طبعا بيونسي حديث العالم بفضل رينيسانس. عنبة يشعل اجواء حفله في القاهره. اي تراك ليا ببقى حاسس هو يعجب الناس ولا لا، شبيت فاهم الناس بتسمعنا اكتر. نجوم الفن في توقيع روايه الحبار لشادي مقار. أبطال كليب الليلي لمحمد منير يكشفون كواليسه حصرياً لعربوت. بعد الكليب الموضوع فرق طبعاً، الاختلاف كله. جيلو تظهر لأول مرة بعد زواجها من بن أفلك. ما هو مصير نقابة الموسيقيين بعد قبول استقالة هاني شاكر رسمياً؟ أي حد يدعي على مجلس النقابة بأي كلام عليه أن يثبت. ونجمة عرب وود هذه الليلة هي درة في لقاء خاص عن حياتها الشخصية والفنية. يمكن الطموح، الإصرار على النجاح والطيبة. ما زالت أزمة نقابة الموسيقيين المصرية قائمة بعد قبول استقالة هاني شاكر رسمياً من أيام قليلة، وكاميرا عرب وود تبعت كواليس الاجتماع اللي عقد في بداية الأسبوع، والتقينا كمان بالمسؤولين هناك علشان نعرف مصير مقعد النقيب اللي أصبح فارغ حالياً. بعد المشدة الكلامية اللي شفناها بين أحمد رمضان وسعيد الأرتست في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش لعازفي الإيقاع، واستقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، تم عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع الحالية بمجلس نقابة المهن الموسيقية. وكشف الفنان حلمي عبد الباقي عضو المجلس عن كواليس الاجتماع لكاميرا عرب وود. احنا كنا مجتمعين عشان ناخد القرار، الترشيح للنقيب واتاخد القرار. هو من 11/10 هتتفتح الانتخابات، قبليها بقى الجدول اللي هو تقدمي امتى وامتى انك تبقي الطعون، وانما الانتخابات الفعليه 11/10. كشف لنا احمد رمضان سكرتير النقابه عن محاوله رفض استقاله الفنان هاني شاكر. مجلس النقابه انعقد 28/6 بعد تقديم الفنان هاني شاكر استقالته رسميا. المجلس انعقد ورفض الاستقاله في محاوله لاننا نخلي الفنان هاني شاكر يعدل عن قرار الاستقاله، بس للاسف ما عدلش عن القرار واصر عليه. وزي ما كان مقدم استقاله هنا في مقر النقابه، كان مقدم استقاله للسيد رئيس اتحاد النقابات الفنيه الفنان عمر عبد العزيز. وده كان رد احمد رمضان على تصريحات مصطفى كامل ورفض دعوه ترشحه لاسباب الفساد. عليه ان يثبت، يعني اي حد يدعي على مجلس النقابه باي كلام عليه ان يثبت، والا هناخد ضده الاجراءات القانونيه اللازمه. والله انا كان نفسي امنيه حياتي اننا نعمل انتخابات نقيب ومجلس عشان نقول للجمعيه العموميه او نقول للناس اللي بتدعي فساد المجلس احنا جاهزين نقابل الجمعيه العموميه ومفيش حد فينا متمسك بالكرسي غصب عن حد. بس للاسف لازم نطبق القانون، مش هينفع نعمل حاجه غير القانون. اكد لنا وكيل النقابه محمد اليزيد على تقدير مجهود الفنان هاني شاكر. والله لا، كان في شويه قرارات تانية، حاجات تانية كنا بناخدها، ومنهم قرار طبعا قبول استقاله الفنان هاني شاكر من خدمه الموسيقيين امير غناء العربي، ومع توجيه الشكر، وان شاء الله نقدر نكرمه على قد ما قدر يعمل الاعضاء ويعمل الجمعيه العموميه، وربنا نقدر نسدد له دين من دينه. الجمهور الشباب وخاصة المراهقين كانوا على موعد مع عنبة اللي أحيا حفله على مسرح الزمالك من أيام قليلة. إحنا رافقناه ورصدنا كمان أجواء الحفل، وكمان اتكلمنا معاه عن نجاحاته، وكشف لنا كمان حاجات كتير جدا عن حياته الخاصة اللي هي بعيدة تماما عن الأضواء. أنا جيت يا أولاد.
منه مداخل البابا داخل. انا انسان شعبي من وسط منطقه شعبيه فبفهم الناس اكتر، اي حد من منطقه شعبيه تلاقيه فاهم كل الناس وبيعرف يتكلم مع اعلى الطبقات واقل الطبقات عادي. اعتزازه بمنطقته الشعبيه اللي واضح جدا واستمرار علاقاته القديمه هو رد عناب على اتهامه بالغرور بسبب اغانيه وحساباته على السوشيال ميديا، وده اللي كلمنا عنه خلال لقائنا معاه في حفلته بمسرح الزمالك. بالنسبه لي ما اقدرش اتكلم على حد غيري، يعني انا شقتنا في السلام موجوده وتمام. الناس تشوفني لما انا كل يوم عند الحلاق تحت بيتنا، الاطفال بيحبوني هناك، دي اهم حاجه بالنسبه لي. بص انا لما بتكلم على اي حاجه بتكلم على المزيكا، لكن الناس لا ملهاش ذنب في اللي احنا فيه. هو لا في الحقيقة انا حبوب. ايضا ارقام المشاهدات على اليوتيوب اشياء اصبحت لا يهتم بها عناب بعد عدم تحقيق اخر اغنيه لي مش شايفك سوى ما يقارب من 1.5 مليون مشاهده. وانا بشتغل على اي تراك ليا ببقى حاسس هو يعجب الناس ولا لا، شبيت فاهم الناس بتسمعني اكتر. الايام دي مش فارق معايا الفيو خالص، فارق معايا انا بعمل حاجه انا حبيبها نزلتها على النت. انا يعني وقت كله مقضي ان انا اعمل الحاجه اللي بتعجب الناس، فانا اكتفيت بالناس اللي بتحبني. مش شايفك كعب عليك وعالي وهي دي حقيقه. كمان كلمنا عن سبب تسميه اغنيته بطيارات. الطيارات دي مسميها طيارات بسبب وقت الكورونا كان الناس كلها عندنا في السلام بتطير طيارات في كل حته شعبيه، فمنظر بقى انت مش شايف السما عامل ازاي، فما فيش حاجه انسب من طيارات. فعشان كده احنا دايما بنعمل حاجات اللي حاصله مع الناس في الايام. يعني ما اسمعش حد بيغني راب في مصر والله، بره بقى الناس الانترناشونال يعني امينيم الناس القديمه دي، وفي ناس كتير كويسه. ما ينفعش اقول على نفسي، الناس هي اللي تقول. الناس ممكن تقول على مغني كلاسيك عادي، انا بقدم مزيكا حلوه. لا شيكابالا حبيبي، لعبت الزمالك كلها حبايبي عشان انا زملكاوي، بس انا يا جماعه بحب الاهلي عادي يعني، اخواتنا ما فيش تعصب في الموضوع. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم بالتعاون مع اليونيسف. أبطال ليلي في عشق الكينج محمد منير. الواحد ماشي في الشارع الكينج هو محمد منير. ليلى أحمد زاهر ولوك مغربي مميز. ما باخدش في إيديا 10 دقايق لو هتعملي ميك اب. من أكثر الإيفنتس اللي كانت فايرال هذا الأسبوع هو الحفل الخيري اللي أقيم في إيطاليا بالشراكة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودي ويونيسف وكمان مؤسسة لويزا فيا روما، وحضر الحفل عدد كبير من مشاهير العالم مما أسهم في زيادة التبرعات. تم جمع أكثر من 8 مليون يورو لمساعدة الأطفال حول العالم في الحفل الصيفي الخيري السنوي لمؤسسة لويزا فيا روما. وشهد الحفل كونسرت Under the Stars of Capri by Jennifer Lopez. إطلالة جي لو كانت مميزة، فظهرت بقاسم ميد جامب سوت من توقيع روبرتو كافالي. والجدير بالذكر أنه أول ظهور لجي لو بعد جوازها من الممثل بن أفليك.
واستمتع بالحفل. أبرز النجوم والمشاهير منهم محمد التركي الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف في إيطاليا السيدة لويزا بانكونسي. ومن مشاهير العالم النجم العالمي ليوناردو دي كابريو والنجم روبرت دينيرو، بالإضافة للنجم جيمي فوكس اللي قدم الحفل. He is by far the greatest actor of our time. وشوفنا كمان النجم العالمي جاريد ليتو والنجمة فينيسا هاجنز والممثلة أشلي بارك وكيسي أفليك وكمان ناتالي إيمانويل وديبلو. وكمان شوفنا المخرج الأمريكي الشهير سبايك لي والمغنية المعروفة صوفيا كارسون اللي قدمت كمان فقرة غنائية. وقضى الجمهور ليلة تضمنت حفل استقبال وعشاء ومزاد خيري قدمه سيمون دي بوري في دير سيرتوزا دي سان جياكومو. نجاحات كبيرة بيحصدها الكينج محمد منير بعد طرحه لكليب أغنيته الجديدة ليلي، على الرغم من حالة الجدل اللي كانت حول الأغنية. وأكتر حاجة ميزت الكليب هي مشاركة عدد من عشاق وأشباه الكينج محمد منير. كاميرا عربوت كانت موجودة وقابلت 3 من الشباب اللي ظهروا في الكليب، وكمان كشفوا لنا كواليس الكليب وعلاقتهم الخاصة جدا بالكينج محمد منير. الكينج دايما مختلف، وده اللي بيثبته في كل حفلة أو أغنية، واللي أكد عليه المرة دي من خلال كليب أغنيته الجديدة ليلي، بعد ما اختار إنه يقدم في الفيديو كليب مجموعة من جمهوره زي أحمد وأيمن ومصطفى. إحنا كمناير جينا بحب منير مش أكتر. ممثل خدت ورشة نقابة المهنة التمثيلية وليا كم حاجة في السوق كده يعني، آخرهم مسلسل وش ده. بشتغل موظف إحدى البنوك المالتي ناشونال، فماليش في مسألة التمثيل والموديل. بشتغل في مجال البيزنس وعندي بيزنس خاص بيا. فكرة مختلفة قدمتها المخرجة مريم الباجوري بعد الاتفاق مع الكينج محمد منير، واللي ما كانش صعب تنفيذها في وجود عدد كبير من المحبين لي والأسلوب. ما هو لو حبيبك كان عسل ما تخلصوش كله. عمل يعني زي جروب كده في العيلة بتاعتنا اللي هي المنايرة، كل واحد فينا طلب منه يتعمل منه فيديو حوالي 15-20 ثانية على أي أغنية من أغاني منير اللي هو بيحبها. عملت حاجات كتير بس مش متشافة بقى، يعني لقيت إن دي أنسب حاجة، يعني هي اللي هتوظفني كويس. احنا ورا منير من حوالي 20 سنة، فكل القريبين منه وهو شخصيا بقى يعرفنا معرفة شخصية بالأسامي. وعن كواليس التصوير حكالنا أبطال الكليب عن الأجواء. كانش في لقاء ما بيننا وما بين الكينج، لأن احنا كنا كل واحد بيصور في لوكيشن. ما كناش محتاجين نتدرب على رقصات، لنا وحتى بتاعت الكليب قالت لنا اعملوا اللي انتوا عايزينه. هي مش محتاجة تدريب، ده حلم من 15 وانا عندي 15 سنه جوايا منير، انا مش بقلده، ده هو الموضوع كله حب وحلم. ومشيت وشوش في الوداع ولا جاني لي رده، اللي فتح باب الوجع واجب عليه رده. حركات المشهوره بتاعته طبعا، دي حركه بتاعته، الاشاره بتاعته اللي هي لما بيجي يعمل بايده كده، حطيت ايده في جنبه كده. تقديم عمل لفنان بحجم محمد منير اكيد مش عادي، وده اللي كلمنا عنه احمد يونس وحكى لنا عن الاختلاف اللي حصل في حياته بعد الكليب. طول ما انت الواحد ماشي في الشارع الكينج هو محمد منير، بعد الكليب الموضوع فرق طبعا، اختلاف كلي. كنت في اللوكيشن فداخل قالت لي منير، فانا اتخضيت ان الدور يروح مني، قلت لها لا انا ممثل، يعني اقدر انا جسدت شخصيه منير، اقدر اجسد اي شخصيه، الممثل يقدر يجسد اي شخصيه.
احنا بنستنى منير بس يعني يقول اي حروف في المايك واحنا نسقف. طبعا في اغاني مميزه انا بحبها للكينج زي الليله سمره وزي علي صوتك بالغنى، حدوته مصريه، بعشق حاجه اسمها علموني عينيكي ودي كانت من بداياته ولسه عايشه معايا دلوقتي. علموني ولفوا بيا دنيا غير الدنيا دي طعم تاني وحاجه تانيه ما انت نبع الحب الصافي. بقول له انت ساكن في قلبي وفي قلوبنا كلنا. الكينج ما يتقالش في سطر، ده يتقال في صحف وكتاب تاريخ. احنا هي دي حاله الانعاش بالنسبه لنا في ضغوط الحياه وفي الدنيا، فربنا يخلينا محمد منير ويفضل احلى حاجه في مصر. ليلى احمد زاهر واحده من النجمات الشابات المفضلات للكثير من التينيجرز في الوطن العربي، عشان كده وقع الاختيار عليها من قبل YSL Beauty عشان تشارك في ايفنت مستوحى من المغرب لكنه اقيم في القاهره. أموروكن نايت دعانا إليها إيف سان لوران بالتعاون مع سفيرتهم في الشرق الأوسط السليبرتيز ميك أب أرتست دينا راغب، حيث قدم ميك أب شو مستوحى من المغرب واختاروا ليلى أحمد زاهر لتكون ذا شو موديل. صراحة الإيفنت ده جي لأن إحنا كنا في إيفنت كبير قوي إنترناشنال إيفنت تبع YSL إنترناشنال، وجات لنا الفكرة ان احنا قلنا لازم نعمل أموروكن لوك. احنا كنا انسبايرد قوي باللبس المغربي واللوك المغربي، قد ايه هما بيدخلوا الالوان. صراحة ليلى وشها حلوة قوي، ليلى بحس ان هي خامة كده حلوة قوي قوي للرسم في الميك اب والالوان، وما شاء الله بيليق عليها حاجات كتير قوي قوي، وهي عشان سامر يونج ميك اب لوك كل البنات الايدج 20s بيحبوها قوي قوي. دينا صحاب جدا وانا بحبها قوي، انا بشوف دينا راغب اشطر ميك اب ارتست موجوده في مصر، وان كمان دينا حافظه وشي فاهمه وشي قوي وفاهمه كل حاجه فيه، بجد ما باخدش في ايديها 10 دقايق لو هتعملي ميك اب. وكان لازم نعرف من ليلى هل عندها الجراءه ان تظهر بدون ميك اب. بحس انها مرتاحه يعني لما بنزل مثلا في يوم العادي ممكن احط ماسكارا ممكن ما احطش حاجه خالص وانزل، فبالنسبه لي عادي جدا ان انا اظهر من غير ميك اب. ولتكتمل الأجواء المغربية كان لابد أن تكون الكفتانز حاضرة، عشان النهاردة احنا عاملين موروكن لوك، فإيمان الخميس الستايلست حبت أنها تلبسنا كفتانز كانت موجودة في موروكن فاشن ويك. طبعا الديزاينر سلمة شاطرة قوي قوي قوي، وأنا عاجبني كمان الكفتان ده لأن هو فيه ألوان وأنا بحب الألوان بحسها فريش ويونج كده فعجبني قوي. نهار جيت لإيفنت تطلعت بيا إيمان خمسي عرفت عليها في مراكش، الشو اللي عملت في شهر 6 مع لوريونتال فاشن شو إيف سان لوران مع دينا وليلى زاهر بغاو يديروا مراكن لوك، اتصلت بيا إيفن 50 باش تاخذ مني القفات للإيفنت. القفتان ديال ليلى هو قفتان حريري، قطعة حريرية مطرزة باليد، تلزمت وقت بيان سور، وألوانها عجبوا ليلى هي اللي اختارتها. دي ليلى طيبة خالص خالص خالص، هو أنا بعت لها صور أوبشنز كتير قالت لي اللي عجبوها، كلمت ديزاينر الحقيقة سلمى جت من المغرب مخصوص وقسنا كذا حاجة واخترنا مع بعض. شي واز فيري ايزي صراحة. وبعيدا عن الموضة والجمال كان لازم نعرف قبل ما نمشي من ليلى مشاريعها الفنية القادمة. بصي في بعمل فيلم اسمه مطرح مطروح ان شاء الله، استاذ محمود حميدة وكريم عفيفي وشيماء سيف، مبسوطة جدا بالتجربة دي طبعا، وبقرا كذا سكريبت لسه ما استقرتش على حاجة، بس بقرا كذا حاجة ان شاء الله يا رب، يعني اخد رأي بابي مامي كده ونشوف. عربوت بعد الفاصل. رواية الحبار تجمع نجوم الفن في عمل درامي جديد. الحبار ده لو نجح ان شاء الله نتكلم في ثلاث اجزاء كمسلسل. يونسي تتحدى تسريب رينيسانس. نجمة عربود هذا الاسبوع هي درة اللي هتكشف لنا عن الصعوبات اللي واجهتها في كواليس فيلم جدرة. مش دايما عندنا كل الامكانيات متاحة الحقيقة.
قررت شركة إنتاج آل مقار أن تحول رواية الحبار اللي قدمها المنتج شادي مقار لعمل درامي سيجمع أشهر نجوم الوطن العربي، وده اللي أعلن عنه في حفل توقيع الرواية أول أمس بحضور عدد من المشاهير. لأول مرة بيختبر المنتج شادي مقار تجربة الكتابة الأدبية من خلال رواية الحبار، واللي احتفل بإصدارها في حفل حضره كتير من الفنانين. أنا بالنسبة لي مشروع الرواية ده مش مشروع رواية، هو إحنا كنا بنتكلم في قضية حساسة جدا وهي الكتابة، الكتابة الدرامية. عدد كبير من الفنانين كان حريص على التواجد ودعم شادي مقار في أول تجربة روائية، واللي كلمونا عن رأيهم في قصة الرواية وإسلوبها. بشكره أنه أنار منطقة ما حدش قرب منها، زي ما عمل في مسلسلنا ملف سري، جه على حتة دور النيابة العامة والقضاء اللي هو ما حدش تكلم عنه. النصف الأولاني من الرواية كان رائعا بدرجة أديب، لكن النص الثاني كان سيناريست. اللي بشهد بيه شادي ان هو اشتغل على نفسه قوي قوي من زمان. انا لسه واخده الكتاب وهقرا، واعتقد ان انا بعد ما اقرا هبارك له. تجربه جريئه جدا، صعبه جدا، انك تدخل كده بدراعك زي ما بيقولوا وتنافس وتطور من شكل سرد الروايه، دي مساله مش سهله. عايز اقول له مبروك عليك تعبك، مبروك عليك مجهودك، مبروك عليك النهارده الاحتفال بتوقيع الكتاب. مبروك وان شاء الله كده بالخير، ويبقى يرجع تاني كل الناس تقرا تاني الكتاب. ولان شادي كان حريص على كتابه الروايه باسلوب درامي، فهي مناسبه جدا عشان تتحول لعمل سينمائي. هو من 3 أجزاء الحبار ده بطل من نوع خاص او بطل جديد، عاملين له 3 أجزاء، وهو لو نجح ان شاء الله نتكلم في 3 أجزاء كمسلسل. الموضوع مش مستبعد، وارد جدا انه يحصل، خصوصا ان احنا اول انتاجنا للمسلسل باب الخلق بتاع والدي رحمه الله عليه كان قصتي انا وشادي مع بعض. احنا اي مخرج بيقرا روايه بيبقى دايما عنده تعب وجهد في كيفيه تحويلها لشكل درامي انه يعرضها، لكن انت فجاه قدامك هو عمل هذا المجهود بسهولة شديدة جدا. يمكن سلوجان اللي هو رواية تقرأها كأنك تشاهدها، يعني كل اللي هيقرأ الرواية هيحس ان هو شايف المشاهد قدامه. كتابته اللي موديانا في الحتة دي، لان هو عامل حاجة بقولك فعلا تحس انك انت بتتفرج. انا هسمع ترشيحات الناس، ناس قالت النجم ياسر جلال، وناس قالت النجم طارق لطفي. عشان تقدري تعملي ترشيح ما بيبقاش ترشيح واحد، بيبقى دايما عندك اكتر من وجهه نظر بتشوفيها، ولازم المخرج يحط وجهه نظره هو عاوز يقدم الموضوع ده ازاي، الانتاج بيفكر فيه يبقى عامل ازاي، عدد الحلقات، التكلفه، كل ده بيتدخل في اختيار الشخصية. حسب كمان ظروف الشغل، وحسب ظروف الناس الموجودة، حسب الناس المرتبطة، حسب الناس الماضية أو لا، يعني دايما السوق بيختلف لما تيجي تنفذ. عندي مسرح، مش هقول إيه لأنه السر كبير، يا رب يتممها على خير، وفيلم. نزل التصوير في شهر 9 بإذن الله، فيلم كان بقالي كتير ما عملش أفلام من أيام ليلة البيبي دول. هو سيماي ميوزيكال، يعني جزء منه غنائي. صورت فيلم، خلصته، بصور فيلم دلوقتي مع أحمد الفيشاوي. الفيلم اللي أنا كنت بحضره مع أستاذ عادل أديب، ده لسه شغالين عليه برضو، ولسه محتاج مننا تقريبا، يعني بقالنا بتاع سنة، وممكن ياخد مننا حوالي 6 شهور أو سنة كمان. في ريفو جزء تاني، في سينما، وفي شوية حاجات ديجيتال كده. كلنا كنا مشتاقين جدا للنجمة بيونسي اللي أخيرا طرحت ألبوم رينيسانس اللي بتعود بيه إلى الألبومات الغنائية المنفردة بعد غياب 6 سنوات. وأغنيات الألبوم حققت نجاحات كبيرة جدا على الرغم من الأزمة اللي حدثت قبل إصدار الألبوم بأيام قليلة. Beyonce? هكذا كانت الأجواء الحماسية لعشاق بيونسي في الويكند الماضي عقب طرح أكت 1 من ألبومها السابع رينيسانس، رسمياً من أصل 3 أكتس سيكشف عنهم لاحقاً، وهو الألبوم يلي بتعود به إلى السولو ألبوم برودكشن بعد غياب 6 سنوات. و
ودعتنا كوين بي إلى مسرح راقص مليء بالبهجة والسعادة من خلال أغنياتها الـ16 يلي قامت بكتابتهم جميعاً خلال فترة اللوكداون، وأبرزهم Break My Soul و All Up In Your Mind، إلى جانب America Has A Problem و Virgo's Groove يلي أعادوا إلى الأذهان ذكرياتنا مع الديسكو ميوزك في الـ90s. وأصبح الألبوم فايرل على السوشيال ميديا وحققت أغنياته عدداً مهول من معدلات الاستماع حول العالم بعد الساعات الأولى من طرحها، على الرغم من تسريب بعضها على الإنترنت قبل إصدارها رسمياً، إلا أن جمهور بيونسي رفض أن يستمع إليها إنذاك وطلب من الجميع أن يصبر حتى يزدل الستار عن الألبوم، لذلك قامت بشكرهم من خلال هير سوشيال ميديا أكاونتس. ومن المعروف عن كوين بي أنها واحدة من أبرز الفاشن آيكونز في العالم، لذلك استغلت فرصة طرح رينيسانس لتظهر بإطلالات متنوعة تم تصميمها خصيصاً لها من قبل أشهر بيوت الأزياء العالمية من أجل ظهورها في الفوتوشوت يلي روجت بها للألبوم، مثل الميتاليك بلاك دراس المصمم من قبل كيسي كادوالدر من دار موغلير، والفاذر غاونز يلي كانوا من توقيع ميزان ألايا. وبذلك ما في أمام بيونسي غير إنها تتجهز لتضم عدد من جوائز الغراميز to her achievements بفضل رينيسانس، وما علينا غير أن ننتظر التو أكتس المتبقيين من الألبوم يلي لم يعلن عن موعد إصدارهما بعد. نجمة عرب وود هذا الأسبوع هي الفنانة الجميلة درة اللي بتعيش نجاحات كبيرة الفترة دي، وده بعد طرح فيلمها جدران، وفي لقائنا معاها عرفنا أكتر عن كواليس العمل وكمان أثرت كتير عن حياتها الزوجية. ما أقدرش أقول على نفسي غير شاطرة مش في كل حاجة، بس يعني لا يعني شاطرة أكيد. هي ممثلة موهوبة جداً بتقدر تقدم أدوار مختلفة بأداء مميز، بس كمان هي بتوصف نفسها بأنها ست بيت شاطرة، وده اللي كلمتنا عنه وعن التفاصيل المشتركة بينها وبين زوجها هاني سعد. يمكن الطموح، الإصرار على النجاح، والطيبة، يعني في حاجات كمان احنا الاثنين بنحبها التفاصيل، وفي عيوب كمان فينا ممكن احنا الاثنين ان احنا بنبقى عايزين perfection في كل حاجة بنعملها، فده بيرهقنا شوية نفسيا. يعني بيقولوا انه الجواز مسؤولية كبيرة ممكن تأثر على المشوار المهني، بس مع درة الوضع كان مختلف. يعني عمري ما أقدر أقول بالسلب طبعاً بالإيجاب يمكن دليل التأثير الإيجابي كان المشاركة في أكتر من عمل مهم، ومنهم بطولة فيلم جدران اللي بيتعرض على أحد المنصات الرقمية واللي بيعتبر خطوة مهمة في مشوارها الفني. كان شبه الحلم. تجربة فيلم جدران نوع مختلف، وأنا الحقيقة يعني كنت بخاف دايما من الأفلام اللي هي تنتمي للرعب. لما بنعملها في الوطن العربي أو يعني في مصر ممكن هي ما بتبقاش دايما على مستوى الأفلام العالمية الرعب اللي بتتعمل، لكن هنا أنا لقيت عناصر حلوة. أنا ما بحبش الرعب للرعب. أنا خايفة. الدور هو شدني الحقيقة ليلى، وخصوصاً إن عندها دور مش نمطي قوي لإن عندها تحول بيحصل. بنرجع للقصة القديمة بتاعت أسرتها، ولأن أفلام الرعب بتحتاج آلية خاصة في التصوير. حكت لنا عن الصعوبات اللي واجهها فريق عمل جدران. كل اللي أنا فاكرة إني سمعت أصوات، طلعت هنا طمن عليكي، وبعد كده ما حسيتش بحاجة. ودايما بيبقى فيه صعوبات أثناء التصوير في أي نوعية بنقدمها، وخصوصا لما بنيجي نعمل نوعية زي الرعب مش دايما عندنا كل الإمكانيات متاحة الحقيقة، فإحنا بنحاول نعمل حاجة عمل محترم بإمكانيات مش كبيرة قوي. ثم بقى صعوبات الدور نفسه،
نفسيا، التحولات اللي هي من جوه كلها اكتر، يعني الاحساس دايما لما بيبقى داخلي اكتر وبتعبري باحساسك وبعينيكي، يعني ده بيبقى اصعب شويه من انه يكون في حاجات. حتى احنا اللوكيشن هو وان لوكيشن تقريبا. وعن ردود الفعل وتعاملها مع آراء الجمهور كلمتنا عن طريقتها في التعامل مع الانتقادات. ردود الأفعال أنا سعيدة بيها جدا. أنا كنت خايفة، وكل مرة بكون خايفة طبعا مع كل عمل. أنا بحس إن أنا بقدم أعمالي للناس اللي بتحبني، اللي هي منتظرة مني، وده بيحملني مسؤولية على فكرة كبيرة إن أنا أكون عند حسن ظنهم. إنما الناس السلبية مجرد إنها تكون سلبية أو بتطلع حاجة جواها هي يعني سلبية، دي ملهاش لازمة. يعني أنا بحس إنه لا، يعني مش ضروري إن أنا أهتم. أنا بعشق عمر الشريف، يعني بالنسبة لي يعني دايما حتى لما بشوف له أي حاجة قد إيه رائع. يعني كنت أحب أكون في الزمن ده وأقدم قصص إحسان عبد القدوس. بحب أسمع حاجات مختلفة، غربي وشرقي وكل حاجة. بحب أسمع فيروز، بحب مثلا أغاني مؤخرا حمزة نمر مثلا. مسلسل المتهمة هينزل قريب على شاهد، يعني أتمنى أن الكل يشوفه ويا رب يعجبكم. وفي مشروع بحضر له دلوقتي مسرحية، لكن مش هقول تفاصيلها كلها حاليا، يعني لان احنا لسه بنعمل الاتفاقات وكده، وان شاء الله يعني تكون حاجه جديده، ناس تشوفني بشكل مختلف. الليله في عرب وود، ليلى احمد زاهر تلتقي بشيماء سيف من جديد في عمل قادم. بعمل فيلم اسمه مطرح مطروح ان شاء الله، مبسوطه جدا بالتجربه دي. طبعا بيونسي حديث العالم بفضل رينيسانس. عنبة يشعل أجواء حفله في القاهرة. أي تراك ليا ببقى حاسس هو يعجب الناس ولا لا، شبيت فاهم الناس بتسمعه أكتر. نجوم الفن في توقيع رواية الحبار لشادي مقار. أبطال كليب الليلي لمحمد منير يكشفون كواليسه حصريا لعربود. بعد الكليب الموضوع فرق طبعا، الاختلاف كله. جيلو تظهر لأول مرة بعد زواجها من بن أفليك. ما هو مصير نقابة الموسيقيين بعد قبول استقالة هاني شاكر رسميا؟ أي حد يدعي على مجلس النقابة بأي كلام عليه أن يثبت. ونجمة عرب وود هذه الليلة هي درة في لقاء خاص عن حياتها الشخصية والفنية. يمكن الطموح، الإصرار على النجاح، والطيبة. وبكده تكون خلصت فقرات حلقتنا الليلة من عرب وود. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي وفقرات جديدة وحصرية في عرب وود.